أعود لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية لسه بنستكمل معاكم باقي فقراتنا ومنورنا دلوقتي ضيفنا الكابتن حسن الشامي مدير شؤون اللاعبين بقطاع الكرة بنادي المقاولون العرب. بنرحب بيك يا كابتن حسن، منورنا، أهلا بيك في صباح أون تايم. أهلا بيك يا فرح، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طبعا سعداء بوجودك معانا، و هتكلم معاك على تفاصيل مباراة امبارح ما بين المقاولين ونادي الزمالك. وعايزه انا كنت عايزه اقول لك اللي هو مبروك مبروك بمثابة تعادل غالي قوي للمقاولين العرب. عايزه اعرف منك، شفت المباراة دي ازاي بتفاصيلها بالشد والجذب؟ ومباراة راحت وجت اكتر من مرة. هو المباراة الزمالك بالنسبة لنا احنا هما جزئين. اخر مباراة بيننا وبين الزمالك كانت في الكاس اعتقد، الزمالك تفوق علينا بست 6-0 او 6-1 اعتقد يعني، فكانت نتيجه تقيله قوي علينا يعني. فكان تحدي كبير جدا للاعبين، لان انت عامل موسم محترم جدا الموسم اللي فات، ترتيبك السابع في الدوري، كنت الاخر اربع اسابيع في الموسم بتنافس على المربع، بتنافس نفس نادي الزمالك نفسه على المربع يعني. فكانت هزيمه تقيله جدا علينا، فده كان دافع عند اللعيبه ان هم يردوا اعتبارهم. هم كانوا شايفين ان دي مباراه رد اعتبار، وان احنا فريق كبير واسم كبير وعايزين نعمل حاجه برضو ونرجع في المباراه يعني بشكل كويس. والحمد لله التعادل يعني جه في توقيت صعب جدا على نادي الزمالك، لكن الحمد لله قدرنا نحقق النقطه. من انا بالنسبه لي شايف النقطه دي مكسب يعني. في التوقيت بتاعها توقيت صعب جدا، انت خارج من مباراه البلديه، هزيمه في اول مباراه في الدوري، تقيلة، تعتبر هزيمه تقيله. طب. لان يعني فريق لسه صاعد من الدرجه الثانيه، فريق امكانياته الماديه مش عاليه قوي. هل التقصير مقارنه كان من المقاولين علشان الكلمتين ثلاثه دول، انه فريق لسه خارج من الدوري القسم الثاني، وانه لسه في البدايه، وانه الامور الماديه، هل الامور دي اللي خلت المقاولين العرب ما يعملش حساب كل التفاصيل دي؟ لا اعتقد لا، لان هقول لك على حاجه، انا ببقى شايف مباراه الدوري، اول مباراه في الدوري بتبقى 50-50 يعني. حتى مباراه المصري والاهلي، المصري عامل تدعيمات قويه جدا، وداخل المباراه وانت الناس كلها بتتكلم ان المصري دايما بيعمل مباريات كبيره قدام الفرق الكبيره، ومباريات كبيره خصوصا الكابتن علي ماهر. طبعا طبعا. والنادي المصري عمل الجيم الشوط الاول جيم كبير جدا يعني. يعني سيبك من نتيجه المباراه، لان المباراه ده طبعا بتبقى مقسمه على اجزاء. الشوط الاول النادي المصري عمل جيم منظم جدا وجيم هايل، الطرد اثر عليهم بشكل كبير جدا. فانا ببقى شايف ان مباريات الدوري 50-50 اول مباراه في الدوري. ممكن احنا ما كناش حاسبين المباراه بشكل كويس، ما ذاكرناش البلديه، لان انت البلديه يقدر يقراك بشكل كويس، لان هو شايفك طول الموسم اللي فات نفس المدير الفني موجود، نفس عدد اللاعبين، نفس السيستم ونفس طريقه اللعب. فاحنا كنا سهل جدا للبلديه ان هو يقرانا، كمان معاهم مدير فني انا شايفه. كنت بتتكلمي من شويه على المدربين الشباب، عبد الرؤوف من الناس القريبه جدا مني، حتى واحنا بنتكلم بعد المباراه عبد الرؤوف ما اتكلمش عن الجيم وهو عمل ايه في الجيم، لا هو بيتكلم عن اخطائه هو في الجيم. فدي حاجه كويسه جدا، والشباب دايما بيبقى عندهم حماس البدايات. فانا شايف ان كل ما الدوري بيبقى فيه عدد كبير من المدربين الشباب هيضيفوا، لان هم عندهم الجديد يعني. صحيح. فاعتقد ان مباراه البلديه كان احق بالمكسب، احنا كنا اليوم ده اوت في كل حاجه. لكن مباراه الزمالك تثبت وتؤكد ان فريق المقاولين فريق كبير مع جهاز فني محترم، ان انت في خلال اسبوع او 10 ايام قدرت تخرج اللعيبه من الحاله النفسيه اللي كانوا فيها، وكمان بتلاعب فريق كبير زي نادي الزمالك، فتقدر تعمل جيم دفاعي هايل عليهم. كنت في التحولات هايل لحد الوقت البدل ضايع، انك ترجع دي لوحدها عايزه ومصمم وقبلها كوره في العارضه واكتر من فرصه لسالم، التحولات انت كنت كويس جدا فيها، استغليت ان نادي الزمالك خلاص اطمن للمباراه وقدرت تخلص المباراه الحمد لله يعني. انا قلت يعني دايما، حتى بعد المباراه امبارح في احد المداخلات قلت ان التعادل بطعم المكسب. صحيح. طيب ايه حدوته نادي الزمالك في التفريط في الفوز بشكل عام؟ يعني الموضوع بالنسبه لنادي الزمالك بقى مكرر، بقى سيناريو مكرر، انه يكون فايز في لحد الثواني الاخيره والدقايق الاخيره، ويقدر الفريق اللي بينافسه او بيلعبه يرجع للمباراه. هل نادي الزمالك بيسمح بانه لا في الاواخر او في نهايه المباراه يشعر ويخلي لعيبته يحسوا انه خلاص انتوا فزتوا بالمباراه؟ الحاله دي بيعيشها لنادي الزمالك حاله متكرره، والمشكله في مين؟ هو سؤال حلو جدا، وانا هكلمك برضو بلغه لعيب الكوره، لان انا كنت في الملعب قريب، فحاسس كويس قوي باللعيبه. ما ينفعش تبقى الامور ما فيهاش عداله، والعداله هنا ما لهاش علاقه بانديه اخرى خالص. نادي الزمالك عنده مشاكل كتيره جدا،
لعيب الكوره ده عشان يلعب كوره لازم يكون مؤهل نفسيا وبدنيا وفنيا عشان يقدر يأدي في الملعب، عشان يقدر يبقى عايش الجيم 90 دقيقه بالظبط. فانت النهارده في كميه مشاكل كتير جدا في نادي الزمالك وكل الناس عارفاها، فطبيعي جدا المشاكل الاداريه اللي موجوده بتاثر على اللعيبه بالسلب. اللعيب ممكن مباراه او اتنين يتغاضى عن الامور دي ويركز ويزود في تركيزه عشان يقدر يرضي الجمهور اللي بره، لان خلي بالك في النهايه سواء الانديه الكبيره او الانديه الجماهيريه اللعيب بيبقى شاغل باله قوي بالجمهور، عايز يرضي الجمهور باي شكل حتى لو على حساب نفسه. ففكره ان انا ارضي الجمهور ممكن ادوس على نفسي واحاول ارضي الجمهور في مباراه او اتنين، لكن هتتكلمي في سيزون طويل لا، الموضوع بيبقى صعب جدا. فكميه المشاكل اللي موجوده عند نادي الزمالك بتؤثر بالسلب على اللعيبه في الملعب. فده انا بصراحه شايف ان ده عذر للعيبه. حاله اللعيبه امبارح برده لو يعني انا شايف ان في امور كمان فنيه بتاثر على نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده سكواد محترم جدا وعنده لعيبه جيده جدا وعنده لعيب من افضل اللعيبه الموجوده حاليا في مصر اللي هو احمد سيد زيزو، عنده عناصر كتير جدا كويسه. ففي النهايه ان انت يبقى ده الشكل العام في الاخر لا، انا شايف ان كمان الامور الفنيه يعني امبارح بكاء اوسيريو بعد المباراه انا متعاطف معاه على المستوى الانساني، لكن على المستوى العملي وعلى المستوى الاحترافي لا انا مش متعاطف معاه خالص. انت في تاني مباراه في الدوري، انت مش بتخسر بطوله، انت الليدر او اللي بيقود المجموعه لما يظهر بالشكل ده قدام لعيبته قدام جمهوره لا بيؤثر بالسلب عليهم طول فتره المسابقه. هل ممكن يكون بسبب الضغط الشديد على فكر اوسيريو وانه بيشعر كان ربنا نصره وانه بياكد للجميع اني مقتنع تماما باسلوب اللعب اللي انا بلعب بيه، وان انا في الاخر ربنا بيتوج نجاحي بالجون ده لاني على قناعه بالطريقه وبالتشكيل وباللعيبه وبالامكانيات وبالمراكز. يعني حتى فكره الهجوم الشديد اللي كان على اوسوريو امبارح انه بيلعب باحمد مصطفى زيزو كراس حربه صريح، وانه حته ان انا مش بلعب كل لاعب في مركزه ممكن ياثر على ان انا هاخد برضه برسنتج قليله ونسبه قليله من الافرت والجهد بتاع كل لاعب في المركز ده. لو هاخد من اللاعب في مركزه الاساسي بنسبه 90 100%، لا في المركز البديل ليه او اللي هو مش معتاد عليه ممكن اخد بنسبه 50% او 60%. تعليقك ايه؟ هل شفت ان اللعيبه امبارح في حاله برجله لتغيير مراكزهم؟ لا انا مش مقتنع باللي انت بتقوليه خالص. ليه بقى؟ لان هو المفروض لانه كبار المحللين يعني المفروض المفروض المقابل للكلام ده يكون في اداء في الملعب، يكون في اداء فعلا في الملعب. الزمالك ما عندوش عمق هجوم نهائي، ما فيش اي خطوره من العمق، ما عندوش عمق هجومي. التحولات الارتداد الدفاعي لنادي الزمالك ضعيف جدا. التحولات الهجوميه بطيئه جدا. فلا الزمالك عنده مشاكل فنيه واضحه جدا في ارض الملعب. مش ده نادي الزمالك، مش ده النادي اللي المفروض في اخر 3 مواسم بيحقق بطوله الدوري مرتين. لا الامور فيه امور فنيه. انا اقول لك كده واكد على كلامك، لو هو بيضيع مثلا في المباراه 7 8 فرص، بيستحوذ، في اداء هجومي، في شغل على الاطراف، في شغل من العمق، لا في شغل فني، في قصور فني كبير جدا. يعني معنى الكلام كده يا كابتن حسن انه ما نقدرش نعلق الموضوع على شماعه انه اللعيبه متغير مراكزها. بصي يا فرحه، في اوقات المدير الفني بيجي على لعيب هي بتبقى مجازفه من المدير الفني. يعني احنا الموسم اللي فات قطه اللي كان معانا اللي دلوقتي انتقل الى زد، فجاه لقينا كابتن شوقي غريب بيلعبه باك رايت، فالناس كلها استغربت. ده طرف ملعب صحيح، وامكانياته مقاوماته البدنيه لا تؤهله انه يكون باك رايت خالص. في الطريقه بتاعتنا لما لعب باك رايت اتحول وراح المنتخب الاولمبي، فده نجاح للمدرب ان انت شفت حاجه كلنا مش شايفينها. فده نجاح ليك. ممكن اوسيريو بيحاول يطبق ده، بس مش هينفع تطبقه مع كل اللعيبه. انا ممكن اختار مركز او مركزين اغير فيهم ده، لكن اغير كل هيكل الفريق كله لا، ده صعب جدا. صعب. الفريق مش هيقبل ده. ثانيا عنده مشكله كبيره جدا، وانا شايفها مشكله فنيه كبيره. اي فريق كبير او اي فريق بطوله لازم يكون عنده ثبات في التشكيل. فكره الروتيشن ما بتتعملش في كل مباراه. لازم يكون عندك سكواد ثابت انت شغال عليه، اللعيبه تبدا تحفظ بعض، يبدا في انسجام. لو جينا بصينا للنادي الاهلي، ايه اللي فارق قوي النادي الاهلي؟ النادي الاهلي هتلاقي فيه ثبات في التشكيل. صحيح. اللي عنده دايما باكين الطرف محمد هاني وعلي معلول فتره طويله، محمد الشناوي موجود اساسي، محمد عبد المنعم ممكن يدخل معاه، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، وسط الملعب مروان عطيه، ديانج، اللعيبه حفظت بعض، خلاص اللعيبه هتبدا تحفظ بعض. حتى في البطوله صحيح. الاخيره لما بدا يدخل عنصرين فقط لغير اللي هم رضا سليم وامام عاشور، الاداء ما كانش بالمستوى المطلوب. ففكره الروتيشن هي فكره مهمه جدا. لكن امتى اعمل الروتيشن ده؟ هل ينفع اعمل روتيشن في بدايه السيزون؟ انت المفروض فتره الاعداد دي فتره
كبيره جدا. انت بتحط التشكيل الاساسي بتاعك فيها عشان تبدا تعتمد وتثبت تشكيل، وتاخد 10 مباريات ورا بعض ان انت خلاص اعتمدت على التشكيل الاساسي. اللاعب اللي بيطلع بيطلع لظروف انذار اصابه، لكن انا شايف ان الزمالك فيه لخبطه كتير قوي، هو السبب فيها المدير الفني. لان خلي بالك انا مش بتجنى عليه او انا بهاجمه، لكن هو في النهايه لو نجح كل الناس هتشيد بيه. فلو حصل قصور او تقصير لازم الناس تنتقد، ده حق مشروع يعني. بالتاكيد. طيب كابتن حسن، شفت ازاي الاعتماد على 5 من لاعبي نادي الزمالك الناشئين الشباب امبارح في التشكيل الاساسي لنادي الزمالك؟ انا مؤمن جدا بالاعتماد على الشباب، وقبل كده اتكلمت لما الزمالك حقق بطوله حققها بعناصر الشباب، حققها بحسام عبد المجيد وسيف جعفر ويوسف اسامه وسيد نيمار ومحمد طارق، ودول حققوا بطوله لما الزمالك كان القيد موقوف. لما جم اعتمدوا على الشباب وادوهم فرصه كامله وبقى في مسانده من الجماهير ورفعوا من عليهم الضغوط، لان خلي بالك الولاد الصغيرين في التوقيت ده فكره الضغوطات اللي بتبقى عليهم ممكن ما يقدروش يستحملوها. فالسيزون اللي الزمالك قدر يحقق فيه البطوله كان بسبب ان معاهم مدير فني كبير انا اتكلمت عنه، والزمالك خسره وقلت مش ان انت تخسر مباراه امشي مدير فني. يعني فريرا كان عامل حاجه جامده جدا مع نادي الزمالك، كان لازم نادي الزمالك يحافظ على وجوده، يتمسك بيه تحت اي ظروف وتحت اي ضغوطات، كان لازم يحافظ على الراجل ده حتى لو خسر اللقب في الموسم اللي بعده. كان لازم يحافظ على وجوده، لان الراجل ده عمل طفره كبيره جدا في نادي الزمالك، طفره فنيه، طفره على مستوى الناشئين، ان انت بتحقق بطوله كبيره زي بطوله الدوري للموسم الثاني على التوالي. يعني ده كان نجاح كبير جدا ليه يعني. بالتاكيد. فالشباب الصغيرين لو قدرت تتعامل معاهم نفسيا بشكل كبير، لو قدرت تهيئ لهم الظروف المناسبه وتختار لهم التايمنج المناسب ان هم يلعبوا فيه، لا لانهم عندهم الباور وعندهم الحماس. انا شايف الزمالك عنده قاعده ناشئين هايله اعتماده عليها، لكن في التوقيت الحالي انت ما قدامكش غير كده، انت القيد مقفول عندك. فلازم تدي الثقه للشباب. النتائج هتاثر عليهم سواء نتائج ايجابيه او سلبيه، لو النتائج ايجابيه هتساعدهم هتديهم الدفعه ان هم يكملوا في المسابقه، لو نتائج سلبيه هنا بقى دور الناس اللي موجوده في الاداره. صح. الناس المسؤوله عن قطاع الكوره او عن الفريق الاول، ازاي تقدر تتعامل مع الولاد دول، ازاي تخرجهم من الضغوطات النفسيه اللي هم فيهم بعد الخساره، ده مهم جدا يعني. وانت شايفه في كل دول اوروبا دلوقتي كل الانديه بتعتمد على المحلل، على الاخصائيين النفسيين، في ان ازاي يخرج اللعيب من بعد كل مباراه، مباراه بيخسرها ازاي يخرجه منها، مباراه بيكسبها ازاي ياهله المباراه اللي بعدها. طبعا. وان ده جيم وانتهى، وده بقى مهم جيم جدا يا كابتن حسن. طبعا طبعا. امبارح الكابتن شوقي غريب اعتمد في طريقه لعبه على التكتل الدفاعي وعلى الهجمات المرتده، شفت ازاي من وجهه نظرك طريقه اللعب، وهل دي افضل طريقه يعتمد فيها المقاولون العرب في مواجهاته، ولا لا مش في كل المواجهات يعتمد على نفس الطريقه؟ هي بتختلف من مدرب لمدرب. في مدرب بيقرا الجيم للمنافس وبيغير طريقه اللعب، وفي مدرب تاني هو عنده اسلوب وسيستم هو شغال بيه مقتنع بيه جدا ومحفظه لعيبته، فبيطلع من اللعيبه افضل ما عندها. وده حصل معانا الموسم اللي فات، احنا بنلعب نفس طريقه اللعب، بنلعب بثلاثه ورا، اربعه في وسط الملعب، او ممكن اوقات خمسه في وسط الملعب واثنين مهاجمين. بيبقى في تنوع شويه، اوقات 3 4 3 3 5 2، لكن احنا ثابتين بثلاث مدافعين ورا. كابتن شوقي اجاد الطريقه دي معانا، كنا في نفق مظلم وبننافس وبنصارع على الهبوط، جالنا في اخر ست مباريات قدر يحقق 4 مكاسب متتاليه وقدر يقعد الفريق في الدوري. لعب بنفس اسلوب اللعب في الموسم اللي فات وقدر ينافس لحد اخر مباراه في الدوري على مركز متقدم وحقق الهدف بتاع النادي. وانا قلت ان دلوقتي لما بتيجي تبص لميزانيات الفرق يا فرح، ميزانيات عاليه جدا. المقاولون العرب ميزانيته قليله، فانه يكون في المراكز الاولى بالميزانيه القليله دي فده نجاح كبير جدا سواء للاداره او للجهاز الفني الحالي. انا شايف ان الكابتن شوقي حافظ الاسلوب ده، لعب بيه مع كتير مع المنتخب، لعب بيه كتير مع فرق كتير جدا، فهو مقتنع بالطريقه واقنع اللعيبه بيها، ودي الشطاره ان انت تبقى مقتنع باسلوب لعب ولاعيبتك يحبوا الاسلوب ده ويقتنعوا بيه ويبداوا ينفذوه. فاحنا الحمد لله انا شايف ان احنا بنأدي الطريقه بشكل كويس جدا، باستثناء مباراه البلديه زي ما اتفقنا وقلنا ان احنا كان عندنا مشاكل، والكابتن كان عارف ان عندنا اخطاء كتيره جدا واشتغل عليها في الاسبوع اللي فات، والحمد لله انا اعتقد ان احنا تخطينا الاخطاء دي واشتغلنا في مباراه الزمالك بشكل كويس جدا، عملنا جيم دفاعي مميز جدا، كان عندنا التحولات الهجوميه بنعملها بشكل كويس سواء على امادو او سالم، وسالم قدر يوصل للجول وامادو قدر يوصل برضه للجول بسبب التحولات الهجوميه، فاعتقد الكابتن بيأدي الطريقه بشكل كويس جدا يعني. قطاع ناشئي المقاولين العرب اخباره ايه؟ سؤال بيدور في فكر كتير من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي،
الناس والاجيال اللي بتتابع بيقول لك قطاع الناشئين داخل المقاولين العرب اخباره ايه؟ لا، القطاع انا شايفه ماشي بشكل كويس جدا. حاليا بقى رئيس القطاع الكابتن يوسف عبد الغني، برضه من ابناء النادي، من ابناء النادي المخلصين جدا للنادي. عامل طفره الموسم ده بشكل كويس قوي، ان شاء الله نشوف القطاع السنه دي في حاله افضل بكتير. والاداره للامانه الموضوع ده من اكتر من موسم شغالين بشكل كويس قوي. كان عندنا ملف وكنت انا المشرف على الملف ده بتاع عمر فايد ويوسف العزب، صحيح، ومحمد عبد الناصر. النهارده عمر فايد الحمد لله في قناه المخشى، ومحمد عبد الناصر تم الموافقه على المعايشه بتاعته في ريال بيتيس، ان شاء الله هيسافر قريب يعني. كان تم اختياره برضو عن كان كابيتانو، مشروع كابيتانو كانوا بعتوا لنا، كانوا في كشافين جايين يتفرجوا على مواهب هنا في مصر. تم اختيار 2 لاعبين فقط من اصل 400 لاعب، من اصل 400 موهبه، منهم 2 من مصر هنا، لاعب من انبي ومحمد عبد الناصر من المقاولين. وانا شايفه ان من المواهب اللي تملك امكانيات جباره، يعني ممكن نشوف مشروع محمد صلاح جديد، ولد مؤدب جدا لكن ينقصه بعض الحاجات، وده المشروع اللي النادي اشتغل عليه. ايه المشروع؟ ان انت تقدر تؤهل هذا اللاعب بشكل بدني مهم جدا. عملنا تحليل دي ان ايه للاعيبه دي، لمجموعه من اللاعبين كان منهم زي ما قلت لحضرتك عمر فايد وعبد الناصر ويوسف العزب. عملنا لهم تحليل دي ان ايه، لان التحليل ده بيكشف يكون ازاي بيتنبأ بالاصابات المستقبليه للاعب، ايه المشاكل اللي عنده، ايه المشاكل العضليه، التغذيه بتاعت اللاعب، لان التغذيه كل لاعب محتاج نوع معين من التغذيه طبعا. مش كلنا شبه بعض، فلما بيتعمل لك التحليل ده بيبين لك انت ايه النقص اللي عندك اللي ممكن تشتغل عليه. كمان انت عارفه معظم المواهب بتيجي من الريف، وانا واحد جاي من الريف وجاي يعتبر من تحت الارض، فحاسس بالمشاكل دي. حتى لما كنت في دبلومه الاداره الرياضيه الفتره الاخيره، انا كنت المشروع بتاعي اللي كنت بناقشه عن ازاي كانت الفكره بنحميك. يعني ايه بنحميك؟ يعني ازاي اوفر للعيب ده الادوات اللي تؤهله ازاي يحترف بره، لان انا ما شفت ما فيش حد وقف جنبي في التوقيت ده، او كان ناقصني حاجات كتير جدا. البيئه الصحيه، البيئه في كل ما تملك بقى. يعني انت اللغه عامل مهم جدا، ازاي اللاعب يكون مؤهل نفسيا لتقبل الاخر. انت النهارده اللاعب ده لازم يطلع، لو رايح دوله زي انجلترا او فرنسا او اي دوله من الدول دي، الناس دي عندهم عادات وتقاليد زي ما احنا عندنا عادات وتقاليد، ازاي تتقبل الناس دي. وزي مثلا في لعيب كبير جدا في منتخب مصر، انا مش هقول الاسم يعني، كان في معسكر لمنتخب مصر، ودخل دخل الاوتيل وشاف صور او حاجات معينه هو مش قابلها، فغير الحاجات دي، فالهاوس كيبنج اتخانقوا معاه، حصلت مشكله كبيره جدا، كان ممكن يترحل اللاعب ده بسبب عدم تقبله للاخر. ده مهم جدا، اللعيب يبقى خارج بره انت بتوفر له وبتهيئه نفسيا وبدنيا وذهنيا، وازاي تحول العقليه بتاعته انه يتقبل الاخر ويتاقلم ويعرف يتاقلم. صحيح. انا هقول مثل برضو وده مش عيب، امام عاشور موضوع اللغه اثر عليه بشكل كبير جدا في احترافه. لو انت عندك ده مش هتحس بالغربه، مش هتحس بان انت عندك نقص او عندك مشكله. فده مهم جدا، ده اللي اداره النادي بتشتغل عليه. وبالفعل الولاد دول دلوقتي بياخدوا كورسات انجلش، ومعاهم مؤهل نفسي بيأهلهم بشكل كويس قوي عشان يبقى خارج بره، مش عايزينه يرجع تاني، عايزين اللاعب ده يستمر ويكمل. صلاح كان حاله شاذه، اشتغل على نفسه في امور ممكن الناس ما تعرفهاش، امور فرديه، لكن احنا بدانا نعمل ده بشكل جماعي مع اللاعبين، ازاي نوجههم ونحطهم في التراك الصحيح. وده يعني فضل كبير جدا يرجع لاداره النادي، المهندس محسن صلاح، المهندس محمد عادل هو المشرف على الموضوع ده، وانا مكلف منه. ولكن برضو عايزين ندي الحق للكابتن شوقي غريب، لان لولا وجوده ما كانش الموضوع ده هينجح. انت النهارده بتحاول تطلع ناشئين من القطاع تدخلهم في الفريق الاول، مين المدرب اللي عنده الجرأه انه يعمل ده؟ العين دي. الكابتن شوقي غريب لعب عمر فايد في التوقيت واحنا بنهبط درجه ثانيه، ولاعيب عنده 19 سنه واول مره يلعب دوري ممتاز، فالكابتن كان عنده الجرأه. الموسم اللي فات محمد عبد الناصر اصغر لاعب في تاريخ الدوري بيشارك في مباراه الاسماعيلي، بيشارك في مباراه الاتحاد. النهارده اللاعب ده بيؤهل انه يخرج بره ريال بيتيس. فانت النهارده منظومه على بعضها، برافو عليك. الاداره الفنيه مع اداره النادي كلهم ماشيين في نفس التراك وبيخدموا الهدف اللي اداره النادي بتشتغل عليه. كابتن حسن لسه حديثنا مستمر معاك، هستأذنك واستأذن مشاهدينا فاصل قصير نرجع لحضراتكم مرة تانية، انتظروا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل حوارنا مع الكابتن حسن الشامي مدير شؤون اللاعبين بقطاع الكرة بنادي المقاولون العرب. عودة حضرتك يا كابتن حسن مرة تانية. خليني اروح معاك امبارح لتفاصيل المباراه، شفنا هدف في الثواني الاخيره وكان هدف يعني صادم جدا لجماهير نادي الزمالك، طبعا عن طريق المدافع احمد علاء، يمكن يكون حصل شد وجذب. عايز اعرف منك تعليقك ايه على فكره ان يكون اخين بيلعبوا في ناديين والناديين بيواجهوا بعض،
شعور صعب وبيحمل مسؤولية إن كل لاعب يكون متحمل مسؤولية تصرفات أخوه أو شقيقه. تعليقك إيه؟ وهل إدارة المقاولون العرب كان ليها أي عتاب لأحمد علاء إن هو يعني ممكن يكون اتصرف تصرف استفز فيه الجمهور أو التفاصيل دي؟ بص يا فرح، انا ضد فكره ان حد يتحمل مسؤوليه الاخ التاني. لا طبعا. يعني انا النهارده انا بلعب في نادي وانا لعيب كبير ومسؤول واتحمل مسؤوليه نفسي، فمالوش علاقه. يعني محمود في الزمالك، احمد في المقاولين، كل واحد بيبقى مسؤول عن نفسه ومسؤول عن تصرفاته. فكره التصرف اللي احمد علاء عمله والاحتفال بعد المباراه وانت بتلعب في نادي كبير، نادي المقاولين ثالث الانديه المصريه حصولا على البطولات بعد اهلي وزمالك، انت في نادي كبير وتيشيرت المقاولين اسم تيشيرت يعني صحيح. غالي جدا يعني. في الفكره دي انا ما اقدرش اقول لك ايه اللي حصل بعد المباراه طبعا، لان احمد علاء كمان اعتذر بعد المباراه صحيح. لان في اوقات وانا واحد من اللعيبه اللي كنت بقع في اخطاء، لكن مش اخطاء سلوكيه، حماس. في حماس بيبقى زياده بيخليك تتصرف تصرف زي انا في مباراه الزمالك ضربت مصطفى فتحي بالكوع، وبعد المباراه مباشره رحت لمصطفى واعتذرت له واعتذرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي ان ده تصرف سيء لان تم طردي في المباراه دي. ففي اوقات بتبقى لو انت فكرت فيها ثواني مش هتاخد القرار ده. ممكن احمد علاء لو فكر وراجع نفسه مش هيعمل الاحتفال ده. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو في انا لان صاحب القرار في الموضوع ده هو المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل المشرف العام على قطاع الكوره، اكيد هو هيشوف الموضوع بشكل افضل يعني مننا كلنا، ولو حس ان الموضوع كان فيه سوء سلوك او تصرف غير لائق اكيد هيتم معاقبه اللاعب بالطريقه اللي تتناسب مع اداره النادي يعني. واكيد الكابتن شوقي هيبقى ليه كلام مع احمد علاء يعني. لكن في النهايه انا برضه بحس ان احنا بناخد الامور، هي دي كره قدم، واحنا بناخد الامور بنشعبها الامور تانية خالص يعني. انا شايف ان احنا لا يعني شوف دايما هنا في مصر بنهتم بتفاصيل بعيد عن كره القدم. الموقف حصل وانا امبارح بالصدفه انا كان عاجبني اداء احمد علاء جدا، عامل جيم كبير دفاعي بشكل هايل طبعا، وقبلها كان مضيع فرصه وقبلها برضه ضيع فرصه بدماغه، كان عامل جيم كبير جدا جدا. فنزلت ستوري لاحمد انا مبسوط بادائه جدا، مش مجمع مش مركز في الحركه، مش شاغلني الموضوع، مش شاغلني في الاول في الاخر. لكن في النهايه لما تيجي تبصي احمد اعتذر وانا فوجئت بهجوم، انا جمهور الزمالك بيحترمني جدا، جمهور الاهلي بيحترمني جدا، الحمد لله انا محافظ على النقطه دي. انا اضطريت ان انا اشيل ستوري تاني لما لقيت رد الفعل، الناس زعلانه جدا وغضبانه، وان انت بتؤيد فعل لاعب عندك انه عمل كده. لا احنا في نادي كبير ونادي ليه اسمه، ليه اسمه طبعا، وانا وقتها خدت بالي، وهو انا ممكن اكون اتصرفت تصرف خطا واستعجلت ونزلت صوره لعلاء وانا مش مجمع الموقف اللي حصل. علشان كده كنت بتكلم مع حضرتك يا كابتن حسن في الجانب الاداري ورده فعل الاداره بالنسبه للموقف، هي بالتاكيد اللي بتحدد في الاخر. انت عارفه يا فرح ان اداره المقاولين اداره محترمه جدا بالتأكيد. طول عمرها سمعتها سابقاها، انا بقالي 7 مواسم في النادي صح. هي نفس الاداره اللي موجوده، مفيش سوء سلوك حصل من لاعب في داخل نادي المقاولين العرب الا لو كان بدون قصد واعتذر عنه. فعلاء اعتذاره بعد المباراه على طول يؤكد انه اخطا يعني، واعتقد الاداره هتشوف الموضوع بشكل يتناسب مع الموقف. ضربه الجزاء والتصريحات اللي خرجت من قبل اللجنه المؤقته لنادي الزمالك، رابطه الانديه، رئيس لجنه الحكام، تعليقك ايه على الازمه سريعا جدا علشان نقفل ملف مباراه الامس؟ طيب، هل الزمالك قبل كده في مباريات ليه التحكيم كان معاه وما كانش ضده؟ زي ما احنا اوقات كتير جدا التحكيم بيبقى اوقات بيبقى ضدك واوقات بيبقى معاك. اكيد كل انا عايز بس اكد على فكره ان الحكم بشر زيه زيك زي اي حد فينا. النهارده انت ممكن تبقى طالعه في الحلقه مش موفقه في اليوم ده وتبقي مش في المود صحيح. يبقى عندك مشكله ما تقدريش تديري الحلقه بالشكل اللي الناس شايفاه طول الوقت، شايفاكي في حته كويسه. هو ده الحكم برضو بشر زيه زينا بالظبط، اكيد عنده اخطاء. مين من الحكام بيبقى قاصد او متعمد انه يجامل فريق على حساب فريق اخر؟ اعتقد ان النقطه دي الملف ده المفروض يتقفل، المفروض نساند الحكام ونقف في ظهرهم، لان في الاول وفي الاخر هو ده التحكيم. النهارده محمود البنا بيحكم كام مباراه بره، وده حكم مصري حكم مباريات كتيره جدا في الدول العربيه. ليه احنا شايفين حكامنا بالشكل ده؟ وارد الخطا وارد، وانا شايف ان معظم الانديه الكبيره هي اللي بتفتعل الازمات في موضوع الحكام. مش لازم الحكم يبقى معاك طول الوقت، اوقات كتير جدا الحكم بيبقى معاك ضد انديه ثانيه وبيبقى برضه غير مقصود. فانا شايف ان الحكم بشر ولازم نقفل قصه الحكام ولازم نقول الموضوع عن غير قصد. طبعا. ضربه الجزاء صحيحه ولا اقدر اقول انك في موقف محرج ما تقدرش تجاوبني على السؤال؟ ضربه الجزاء اللي هي جت في ايد لؤي وائل، لا انا شايف انها مش صحيحه خالص. انا شايف ان الكوره لا، حتى لو كان الخط
جزء من ال 18. بص الكرة فين بالظبط، وبص الجسم ولأي وائل كله فين. ثانيا يا فرح، هل ينفع انا بالعين المجرده اقدر احكم على 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 موقف زي ده؟ المفروض الفار طالما نادى الحكم هو يحط الخطوط بتاعته ويبدا يشرح له اللعبه، لكن الحكم بالعين المجرده ما يقدرش يحكم عليها. ما يقدرش على. مستحيل، صعب جدا. الكره النسائيه، حضرتك المشرف على قطاع الكره النسائيه بنادي المقاولين العرب، الحدوته جديده وحلوه وممتعه، ولسه كنت بتكلم فيها وصعبه وتحدي كبير، ولكن مش تحدي صعب على فريق المقاولين العرب اللي معتاد انه يطلع قطاعات قويه، انه يقابل بمواهب الشابه، ما بالك لما يكون قطاع ناشئين لسيدات ونساء ومحتاجين ان احنا نبتدي ندخل الفكر ده وبقوه. عايز اعرف منك المسؤوليه عامله ازاي؟ احنا بدانا اول 7، يعني اعتقد بقالنا داخلين على 3 شهور، وانا تم تكليفي بالمشروع بتاع بالملف بالملف بتاع الكره النسائيه، وتم تعييني كمشرف على قطاع الكره النسائيه. والموضوع انا كنت داخله فعلا الموضوع كان صعب جدا، لكن اقتناع اداره النادي بيا، انا زي ما قلت لك انا بعد ما اخذت دبلومه الاداره الرياضيه، هم انا اول ما اعتزلت تم تعييني كمدير شؤون اللاعبين في قطاع الكوره. واقتناع الاداره بيا في النقطه دي، فقلت اكلل الموضوع ده بالدراسه كمان عشان اعرف اتعامل بشكل كويس. لان الخبرات مش هتفيدك، يعني كل حاجه دلوقتي بقت علم، التدريب بقى علم، الاداره بقت علم، فلازم تدرس بشكل كويس قوي عشان تقدر تحقق الاهداف اللي تتماشى مع اسم النادي، اسم الكبير للنادي. الكره النسائيه صعبه جدا يا فرحه، ملف صعب جدا جدا جدا، التعامل مع البنات كمان صعب جدا. فكره ان انت ما عندكش قطاع اصلا وتبدا تعمل ده عن طريق الاختبارات، ففكره ان انت تيجي النهارده بعد 3 شهور عندك اكاديميه وعندك فريق 2004 وعندك فريق 2009 وعندك فيرست تيم. عندنا يا كابتن حسن طبعًا. عندنا مواهب طبعا طبعا، واللي انا اتفاجئت بيها فرح ان بيجي لنا مواهب من الصعيد، بنات جايه من الصعيد وحابه الموضوع، بنات جايين من القرى الريفيه حابين الموضوع، من كل محافظات مصر. وكل البنات المميزه اللي تم اختيارهم كلهم من الصعيد ومن القرى، ما شاء الله كل البنات المميزه. وتعاقدنا مع 2 محترفين، واحده في منتخب السودان وواحده في منتخب توجو، الاثنين لعيبه جيدين جدا. بتعملوا فريق تقيل بقى؟ مش بصي عشان بس انت في ناس سابقنا بفتره كبيره جدا، دجله سابقنا بفترات، بيراميدز عنده امكانيات ماديه جباره فاشترى لعيبه من المنتخب. صحيح. احنا النهارده ما دفعناش اي حاجه، ما صرفناش على الكره النسائيه بالشكل اللي بس واخدين الموضوع على محمل الجد. احنا راهننا باسم النادي. والحمد لله معانا مدرب كويس قوي الكابتن خالد المصري، هو عنده خلفيه كبيره عن الكره النسائيه، النادي تعاقد معاه، بدانا نعمل اختبارات، الحمد لله بدانا نكون قوام رئيسي للفرق، شغالين دلوقتي على مباريات وديه بشكل كويس. لعبنا زد ولعبنا اخر مباراه ساك، المهندس محمد عادل والمهندس محسن صلاح مهتمين جدا بالفكره، وكان واول مره يعني الاقيهم مهتمين، وحضروا المباراه الاخيره كسبناها 3-2. مش عايز اقول للناس ان احنا عاملين فريق قوي هينافس، لكن احنا التارجت بتاعنا السيزون ده كبدايه عشان نبقى واقعيين ان احنا نكون موجودين في الدوري الممتاز للموسم القادم، ونقدر بافكار ان شاء الله الواحد بيتناقش فيها مع الاداره حاليا نقدر نبني فريق للموسم اللي جاي. وعملنا بلان لمده 4 سنين لحد 2027 ازاي نقدر نحقق بطوله. قدمت المشروع ده للنادي ومبسوطين جدا بالمشروع، لكن اتمنى ان ربنا يوفقنا ان شاء الله السيزون ده ونقدر نحقق حاجه كويسه. بنتمنى لك كل التوفيق يا كابتن حسن، نورتنا وشكرا. شكرا. جزيلا لوجودك معانا، واستمتعنا طبعا بالتفاصيل التحليليه والفنيه وملف كره القدم النسائيه داخل فريق المقاولين العرب طبعا، ومجموعه المجتهده والمجموعه اللي عامله شغل كويس جدا معاك في الأجهزة الفنية وفي الفكر المتطور مع ناشئين وقطاع الناشئين. كل التفاصيل دي بالتأكيد بتصب في مصلحة الأندية، خصوصا لما بيكون من لاعب معتزل لسه صغير في السن. كنت لسه بتكلم في بداية الحلقة على الفرصة، وطبعا الفرصة جات لحضرتك بعد اعتزالك مباشرة، واضح جدا في الطريق اللي ابتديت تمشي فيه مع فريق المقاولين العرب ومع النادي. بنتمنى لكم كل التوفيق وإلى مزيد من النجاحات بإذن الله. شكرا يا فرح. شكرا كطهير. شكرا مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا، كان منورنا فيها الكابتن حسن الشامي مدير شؤون اللاعبين بقطاع الكرة بنادي المقاولين العرب. يتجدد لقائنا دائما عبر شاشة التلفزيون On Time Sports، واشوف حضراتكم غدا بإذن الله وحلقة جديدة، ويومكم خير وسعادة وفرح.